الموضوع هو ديال اليوم هو موضوع مكافحة الفساد ورهان التخليق، ونحن نعتبر بأنه من المواضيع الحارقة ومن المواضيع الأساسية والمحورية التي تقض مضجعنا كهيئة المحامي للرباط وكنقيب وكمجلس. ونعتبر بأنه التحديات الأساسية المطروحة علينا اليوم هي التحديات المرتبطة بالتخليق، المرتبطة بمكافحة الفساد، المجموعة من الاعتبارات. الوطن هو بمثابة منزل، بمثابة دار، دار فيها غرف. هذه الغرف كل واحد فينا، كل مؤسسة هي مسؤولة على غرفة من هذا البيت في إطار ما لها من اختصاصات ولها من صلاحيات، وخص كل واحد يتحمل مسؤوليته في تنظيف هذا الدار انطلاقا من الغرفة اللي هو مسؤول عليها. وبالتالي كاين تحولات اليوم، كاين تغيرات، كاين إرادة معبر عنها في التخليق على مجموعة، على مستوى مجموعة من المؤسسات اللي إلى غاية واحد الماضي ليس ببعيد كنا ننتقدها ونقول بأنها لا تقوم بمسؤوليتها كاملة فيما يتعلق بالتخليق ومواجهة الفساد. الظرفية اللي كانت وجدوا فيها اليوم كنلاحظوا، كنعينوا، كنشاهدوا بأنه كاين إرادة ديال التخليق، كاين إرادة ديال ضرورة تنظيف وتجفيف منابع الفساد على مستوى السلطة القضائية، على مستوى رئاسة النيابة العامة، على مستوى الأمن الوطني، على مجموعة المستويات. احنا كمحامين كنعتبر بأنه من مسؤوليتنا أننا بقدر ما كنا ننتقد هذه الأوضاع علينا اليوم أن نتحمل مسؤوليتنا وأن نوجه نقدا ذاتي إلى من نحن عليه اليوم، وأن نقوم بقوة وبأجراء وبجرأة وبأخلاق على أن نساهم في تخليق منظومة العدالة تحت شعار من غشنا ليس منا. المحاماة شيء كبير في البلاد، أبا من أبا وكره من كره. المحامون بصفة عامة، أغلبية المحامين، غالبية كبرى من المحامين يشتغلون بشكل عادي ووفق الضوابط، ولكن كاين واحد الجزء، واحد النسبة معينة تشوه منظومة العدالة وتشوه المحاماة. لن نتسامح مع هذا الوضع، وغادي نديروا ندوات وغادي نديروا ورشات وغنشتغلوا في الميدان، والنتائج غتبدا تبان على مستوى هيئة المحامي للرباط. أتحدث إنصافا دفاعا عن المحامين الشرفاء والمحاميات الشريفات، دفاعا عن العدالة، دفاعا على أولئك الذين يريدون أن يكونوا نموذج في الوفاء لقيم العدالة ولإخلاق المحاماة. إنصافا أيضا لهؤلاء الشباب الذين نراهن على أن يكونوا هم عماد المستقبل. تكافؤ الفرص ما يمكنش يكون في ظل بيئة فاسدة. عدالة قوية لا يمكن أن تكون في ظل بيئة يعيث فيها البعض فسادا. كل شيء واضح، كل شيء باين، وبالتالي نحن نعتبر بأن هذه الندوة تأتي في وقتها وستشكل منطلق للندوات بموازاة مع استراتيجية ستتبناها هيئة المحامي للرباط نقيبا ومجلسا لمحاربة الفساد في هذا البيت اللي عنده عمق تاريخي وكانوا فيه رجال ونساء أعطوا الشيء الكثير للعدالة في هذا الوطن لا يمكن أن نخدي لهم. سنكون أوفياء لكل من ساهم في هذا الصرح داخل هذا الوطن.